طيب، عبر زوم اسماعيل محمد المتحدث باسم رابطة الزمالك بالمملكة العربية السعودية. اسماعيل، مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، على حضرتك وعلى كل مشاهدين برنامجك اون سبورت. ازيك يا سومة، اخبارك ايه؟ الحمد لله سيف، بيه اخبارك ايه؟ اخبار ما عليك يا ابو علي الباشا؟ ربنا يعزك، كله زي الفل الحمد لله. استقبلتوا على الف رب حمد دايما. لله على سلامة الفريق. الاستقبال النهارده ازاي واستعداداتكم ايه بالجمعة؟ خلينا في البدايه بس قبل ما نتكلم عن اي حاجه تخص الماتش يا كابتن سيف، بنتقدم بارق التهاني للمملكه العربيه السعوديه حكومه وشعبا ولسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا. بمناسبه العيد الوطني للمملكه كان امبارح ال94، يا رب دايما ديار عامره كده بالخير والرخاء والازدهار يا كابتن يا سيف. رب ان شاء الله وبصحة جيدة يا رب ان شاء الله. يا رب. بالنسبه لاستعدادات رابطه الزمالك الرياض، مش جديد علينا كابتن سيف، خلاص بقى الزمالك يعتبر هيلعب هنا في السعوديه السيزون اللي جاي بقى ان شاء الله. يعني احنا الحمد لله دي يمكن ثالث مره ورابع مره يجي لنا الزمالك هنا، والحمد لله رابطه الزمالك الرياض على قدم وساق في استقبال الفريق، والحمد لله. يعني النهارده كان في وفد بسيط جدا من الرابطه راح قابل الفريق النهارده، وصل بالسلامه حسين بيه والمجموعه اللي معاه، الاستاذ رامي نصوحي الاخ الكريم العزيز. الاستاذ رامي يعتبر اخونا، يعتبر ابن المدرج الدرجه الثالثه، رامي كان معانا نصوحي من دايما الشخصيات المحترمه الحقيقه، انا اتقابلت بيه قريب وراجل شخص محترم وشاب رائع الحقيقه. جدا جدا. رامي من الشخصيات الجميله جدا، ويعتبر ابن الثالثه بقى يعني مننا اخونا يعني. فرامي دايما كان على تواصل معانا، وبصراحة من الناس المحترمة جدا ربنا يبارك فيه، وفي مجلس الإدارة كلهم نورونا النهاردة والفرقة نورتنا. كان في استعدادات الرابطة بقيادة أخويا محمد بنهاوي وعبد الله أشرف مؤسسين للرابطة، والحمد لله كل ستيب باي ستيب ناخدها كابتن سيف، بنعمل ترتيباتنا وتجهيزاتنا بالنسبة للاستقبال من حيث الفرقة وإدارة النادي والجمهور كمان. إن شاء الله إحنا في استقبال الجمهور بإذن الله، يعني جالنا عدد من الوايت نايت لا يقل عن 500، من بين 500 ل 600 شخص. ان شاء الله احنا جاهزين لاستقبال اخواتنا باذن الله. الاستاد الحقيقه استاد رائع، يعني انا شايف الاستاد بالارضيه بالامكانيات حاجه رائعه. يعني الحقيقه مملكه ارينا بصراحه من اجمل الاستادات اللي موجوده، الاستادات المكيفه، عامل حاله جميله جدا في موسم الرياض. بالمناسبه خلينا نذكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الاستضافه الجميله دي، وكل مره بيفاجئنا بحاجه جميله، فبنقول له شكرا معالي المستشار بصفه رسميه من رابطه زمالك الرياض، انه دايما يعني دي ثالث مره نشوف الزمالك في الفتره دي بسبب توجيهات معالي المستشار. والاستاد عامل حاله جميله، والحمد لله قدرنا نكفير موضوع التذاكر، وبنحاول في الفتره الاخيره برضو بنحاول نكفير موضوع التذاكر عشان خاطر جمهور نادي الزمالك. لكن احنا كان عندنا يعني رجاء للجنه المنظمه بخصوص موضوع ترتيب التذاكر يا كابتن سيف. اتفضل يا فندم. الرجاء اللي احنا عندنا، احنا يمكن قدمنا فيها خطاب رسمي من خلال مجلس الاداره، ان احنا عايزين يتم فصل الجمهورين عن بعضه، جمهور الاهلي يبقى في الثالثه شمال واحنا في الثالثه يمين زي ما احنا، عشان انت عارف اغلب الدربيات هنا زي ديربي الهلال والنصر او ديربي جده ما بين الاهلي والاتحاد، فطبيعي لازم يكون في فصل ما بين الجمهورين عشان عدم المشاحنات وعدم ان يحصل تاتش، وخصوصا ان هي مباراه مصيريه ومباراه بطوله من مباراه واحده، فمش عايزين ده. فاحنا كنا بنتمنى من اللجنه المنظمه، ويبقى الموضوع لينا وعلينا، يعني احنا مش بنتكلم احنا بس، يعني هو مش بنتكلم عن جمهور الاهلي بس، لا لينا وعلينا احنا، لا عايزين زملكاوي يقعدوا في مدرج الاهلي ولا الاهلاويه يقعدوا في المدرج بتاعه، احنا عايزين عمليه الفصل. احنا سمعه تعودنا دايما في الماتشات دي ان بغض النظر احنا واحد، واحنا عندنا رساله أكيد. اسمى من كده، ان احنا رايحين بنمثل وبنعبر عن الكره المصريه، رايحين في بلدنا الثاني المملكه العربيه السعوديه. ففي كلا الحالات لا، ان شاء الله باذن الله لا يوجد اي مشاحنات ولا اي حاجه، يعني رسالتك كده كده وصلت والناس ان شاء الله يبصوا عليها، ولكن في جميع الاحوال الامور هادئه وثقتنا كبيره في حضراتكم. يعني الله يكرمك يا كابتن سيف. طبعا والله احنا مش قصدنا حاجه، طبعا احنا اخوات اولا والاخر، احنا عيله واحده، اهلي وزمالك، ده بيبقى ابويا واخويا وصاحبي واعز اصحابي. انا اعز صاحب ليه اهلاوي، يعني الموضوع بسيط، بس احنا بتبقى عارف انت ساعه الماتش بيبقى فيه شويه حماس شويه كلام، فمش عايزين يحصل حاجه من اي يعني مشاحنات بين الجمهورين. احنا بنحاول يعني
نفصل الموضوع من بدري افضل يعني. ان شاء الله ده باذن بالنسبه الله للرجل. يعني ان شاء الله الرساله وصلت، ولو حتى ما حصلش احنا برضو زي ما قلنا الامور ان شاء الله باذن الله هادئه ورائعه. لا 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 اكيد اكيد ان شاء الله الامور هادئه. احنا في الاول في الاخر بنمثل الكره المصريه، بنمثل بلدنا العظيمه مصر. وبالمناسبه خلينا نحيي قائدنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحيي جيشنا العظيم في ظل الاوضاع الراهنه في بيمر بيها المنطقه كلها. الحمد لله احنا في ظهرهم وفي ظهر اسم بلدنا، والحمد لله جمهور الزمالك دايما على قدم وساق ودايما حاسس بالمسؤوليه. واحنا طبعا معروف منتاليتي جمهور الزمالك في حته تانية الحمد لله. جبت حته تانية دي مننا سمع؟ لا احنا المنتاليتي دي اساسيه عندنا. لا جبت يعني الحته التانية دي منين؟ مش قصدي المنتاليتي ولا الجمهور، جبت جمله الحته التانية منين؟ احنا اكيد ده من زمان، احنا بقالنا كام سنه بنشجع الزمالك حبا في الزمالك يا كابتن. أي لا مش قصدي، انت اخدني في حته تانية يعني. جمله الحته دي بتاعتي انا اللي مشهور بجمله الحته دي طبعا مسجلها باسمي، مش قصدي الجمهور طبعا، جمهور الزمالك عظيم. الله يخليك. لا حته تانية دي خدناها منك كقائد طبعا، انت بتقول واحنا وراك على طول. حبيبي يا سمع اشوفك في السعوديه ان شاء الله، اشوفك في الماتش ان شاء الله. اكيد ان شاء الله يا كابتن، وان شاء الله ربنا يكرم. وعايزين نقول بشرى لجماهير الزمالك جاي قائدنا العظيم بقى اخونا مصطفى ديالي، وهيبقى فيه ان شاء الله احتفاليه كبيره وكرنفال من جمهور الزمالك. على فكره رابطه الرياض، رابطه الزمالك الرياض قدامها حاجات كتير هنقدمها للجمهور، وفي مفاجآت جميله في اورجنايزيشن بيشكر عليها الناس المنظمين. خليني معلش بس اديني نص دقيقه، عايز اشكر اخواتي وحبايبي الناس اللي معانا، الشباب الاعضاء طبعا. اللي هم خلف الكواليس طه وعمر وابراهيم واسامه وهشام وعبادي، كل الشباب دول ده فريق تيم كامل يا كابتن سيف، بيتحرك حبا في الزمالك وبيتحرك في حبا جماهير الزمالك. كل مره بنستقبلهم احنا جاهزين لاخواتنا كل الروابط، اهلا وسهلا جوه المملكه وبره المملكه احنا موجودين، بنقول لهم اخواتكم موجودين. وان شاء الله ان شاء الله يطلع الماتش بصوره جميله تحسن صورتنا كمصريين. وان شاء الله اكلمك يا كابتن سيف واحنا بنحتفل ورافعين الكاس ان شاء الله. تكلمني ليه؟ انا هكون معاك ان شاء الله، نحضر الماتش ان شاء الله، اكون معاك. يا سلام حبيبي، ان شاء الله اقابلك باذن الله، وباذن الله نحتفل باذن الله. شوفك على خير، وكل التوفيق ليك ولجمهور الزمالك الكبير ان شاء الله. بشكرك حبيبي يا كابتن سيف. بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. اسماعيل محمد متحدث باسم رابطه جمهور نادي الزمالك في المملكه العربيه السعوديه.